أعلن قائد الجيش العماد جان قهوجي أن الجيش ملتزم الحيادة عن الصراعات الإقليمية وملتزم حماية الانتخابات النيابية. قهوجي وأمام وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب أكد أن الجيش ليس لحزب أو فئة، لذلك ليس لأي فئة أو حزب سلطة القرار فيه، وهو نجح في منع تصدير أو استيراد الفتنة والصراعات الإقليمية بحيث حافظ على نسبة جيدة من الأمن المطلوب.